القيمة صباح هذا اليوم يوم الاثنين 22/4/2024 معرض السنوي في إعدادية السماوة الصناعية تحت شعار النهوض بالتعليم المهني من أجل التطور الصناعي، حيث يتضمن مشاريع وإبداعات الطلبة بإشراف وتوجيه من قبل أساتذتهم. حقيقة هذا المعرض يتضمن مشاريع وإبداعات لهذه الطلبة، ونتمنى من الحكومة المحلية والحكومة المركزية الاهتمام بالتعليم المهني، لأن حقيقة يرفد البلد بطاقات مهنية متدربة وموجهة توجيه صحيح. التعليم المهني يخرج كوادر وسطية ما بين المهندس والعامل، فإحنا عندنا أقسام متعددة من ضمنها قسم تكرير النفط ومعالجة الغاز، يخرج كوادر لها علاقة تكرير نفط ومعالجة الغاز، يعني بتروكيمياويات لها علاقة بالكيمياء. فإحنا دراستنا نخرج يعني طالب مو 100% يعني متهيئ للعمل، وإنما ممكن يكمل دراسة. التعليم المهني اختلف يعني شوية، جاي هسين هذول تقريبا هسين الدراسة مو مثل قبل، يعني التعليم المهني هو يعني كان شو يقول لك العضو الحساس بالمعامل بالمصانع. بالنسبة للمهني يعتبر طبقة وسطية، يحتاج الطالب إلى التركيز وإلى الموهبة، وباقي الأمور تعتمد على المدرس وبالتعاون مع الطالب. طبعا الطالب بوحده ما يقدر يسوي شيء، احنا شيء منتين منه، اكو سند اليه او داعم اليه احتياجي تعتبر الاداره. انا طالب في تقنيات الهندسه الاجهزه الطبيه، حيث اليوم قدمنا بعض المشاريع اللي هي مثلا عكازه المكفوفين او نظارات المكفوفين، وتعلمنا الكثير من هذا الاختصاص اللي هو في تطور الذات، تطور المشاريع الأجهزة الطبية مثلا اليد المفقودة أو الأطراف المفقودة اللي هي تساعدنا في المستقبل. هدفي في المستقبل من دخل قسم تكرير النفط بأنه أكمل على أحصل على شهادة الهندسة من خلال قسم تكرير النفط بالتعليم المهني. فهذا القسم أعطانا طاقات شبابية أكثر واستيعاب أكثر، وقدم كفكرة مشروع حلوة يأسسنا على مستقبل زاهر واضح للطاقات الموجودة. قسم حلو ما بيش يعني سهل، وبيه مستقبل حلو أحسن. نعم شو أقول لك، معلومات أكثر يدربك أكثر، يخليك عقلك نشط بالمواد الموجودة. أسلوب التدريس حلو، التدريس المهني ما يعتمد إلا يقول لك أسلوب حلو.